هذا السائل يقول: كثير من الناس لا يظهر ولا يتحدث بنعمة الله عليه. نعم كثير. يقول: كثير من الناس لا يظهر ولا يتحدث بنعمة الله عليه خوفا من حسد الناس، فهل هذا من كفر النعمة؟ وكيف يظهر الفتى نعمة الله عليه؟ الإنسان مأمور بشكر الله عز وجل، لا يترك شكر الله من أجل خوف الناس، ما يترك الطاعة خوفا من الناس، هذا منهي عنه. فالإنسان يشكر الله ويحمد الله ويثني عليه، هذا واجب عليه، ما يتركه من أجل الناس أو الخوف من الناس. نعم، هذا من الشيطان، هذه وسوسة من الشيطان، بل بلغ الأمر إلى أن بعضهم يقول: ما نبراح نصلي بالمسجد خاف من الرياء، بعضهم يقول: ما نبطالب من العلم خاف أني ما أعمل به ويصير حجة علي. طيب، ولا ما تعلم تبت خلا ما أنت مسؤول، هذا أشد. وبعضهم ما يقوم يصلي بالليل يقول: أخاف من الرياء، هذا من الشيطان، هذا تخذيل من الشيطان. فالمسلم يعمل الخير ويعمل الطاعة ويتعوذ من الشيطان. نعم.